الجلسة كان مقرر انعقادها النهاردة، كان المفروض يحضر اللجنة الفنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون اللي عمل التقرير، وفي نفس الوقت احنا كنا جايبين لجنة استشارية عملت تقرير موازي. كنا طالبين في نفس الوقت فيديوهات من كاميرات محايدة اللي هي كاميرا مجلس الدولة وكاميرا البنزينة اللي قبال مجلس الدولة ومدرسة الليسيه ومتحف محمود خليل. دي كاميرات متثبتة وكاميرات محايدة. الفيديو الوحيد اللي متقدم هو فيديو قناة صدى البلد واللي اتعمل عليه التقارير الفنية. لكن للأسف اتحاد الإذاعة والتلفزيون للمرة الثالثة على التوالي اللجنة الفنية بتاعته ما جاتش، واحنا عندنا كلام كبير في اللجنة ديت حوالين هل هذه اللجنة مختصين في المونتاج ولا لا، وظايفهم ازاي عملوا المونتاج، عندنا أسئلة كتيرة. المرة الثالثة على التوالي ما جاتش. احنا جايين النهاردة وكنا جاهزين تماما، يعني احنا اللي جايبين الأجهزة الفنية، احنا جايبين الكمبيوتر وشاشة العرض والشوت بتوعنا كانوا جاهزين، وكل المحامين بتوعنا كانوا جاهزين، واللجنة الاستشارية بتاعتنا جبناها لأننا كنا عايزين نترافع النهاردة، لكن المحكمة قدرت هذا الأجل عشان اللجنة بتاعت الإذاعة والتلفزيون تيجي فتتقرب من جديد. لا أنا الحكم اللي صدر دوت هو حكم أول درجة، مجرد استئنافنا عليه يعتبر الحكم دوت مش موجود حتى هذه اللحظة، لكن لو صدر حكم بالاستئناف الحملة هتقعد وهتناقش هذا الأمر وتشوف دلالاته وعلاقته بالعملية الانتخابية.